كفاح شعب مصر شعب رشيد وحملة فريزر عام 1807 من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر. رفض شعب رشيد عام 1807 الاستسلام لجيش الإنجليز أكبر دولة أوروبية في ذلك الوقت، رافضا الخضوع على الرغم من أن حامية رشيد لم تكن تزيد على 700 جندي. وصلت الحملة الإنجليزية إلى الإسكندرية بقيادة فريزر في منتصف مارس عام 1807 ميلادي، وقام محافظ الإسكندرية أمين آغا بتسليمها لهم، وذلك لأنه تركي الأصل لا يجري في عروقه الدم المصري الأبي الأصيل. مؤتمر رشيد. وصل نبأ الجيش الإنجليزي الزاحف نحو رشيد إلى محافظ رشيد، فقام بجمع العلماء والأعيان والأدباء والتجار وكبار رجال الحامية ومختلف طوائف الشعب في مؤتمر للتشاور في أمر هذا البلاء الزاحف نحوهم. الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر هي: يا أهل رشيد، هذا يومكم وتلك دياركم، فدافعوا عنها بكل ما استطعتم من قوة، واعلموا أن مصير مصر كلها في أيديكم. أنتم أمام أمرين: إما أن تصمدوا لعدوكم وتستشهدوا في سبيل وطنكم دفاعا عن دياركم وأبنائكم وأموالكم، وإما أن تكتبوا لأنفسكم الذل والعار والهوان، وهذا لا أرضاه لكم. ردت جموع شعب رشيد قائلة: الموت في سبيل الوطن غايتنا، والكفاح من أجله رسالتنا. وفي نهاية المؤتمر استقر رأيهم جميعا على المقاومة حتى الموت. وكان للأدباء دور في هذه الأزمة، إذ انطلقوا يلقنون الشعب الأناشيد الوطنية ترددها الجماهير في أنحاء رشيد. أثر هذه الأناشيد بعثت الحماسة في النفوس، واستعد الناس لليوم الفاصل في تاريخهم استعدادا كبيرا. في نهاية المؤتمر استقر رأيهم جميعا على المقاومة حتى الموت. الاستعدادات للمعركة. أرسل محافظ رشيد رسله إلى خارج المدينة والسبب حتى يخبروه بموعد قدوم جيش الإنجليز الزاحف نحوهم. طيب، ليه عايز يعرف موعد قدوم جيش الإنجليز؟ حتى يكون الشعب على استعداد للقائه. عندما رأى هؤلاء الرسل جيش العدو على بعد 4 كيلومتر من مدينة رشيد، انطلقوا مسرعين بجيادهم إلى المحافظ والسبب حتى يخبروه الخبر. انطلق المنادون في شوارع المدينة، وده علشان يأمروا الناس بالاستعداد والاختباء في المنازل والمتاجر حتى تحين اللحظة المناسبة، وفي دقائق معدودات كانت شوارع المدينة خالية من كل نشاط وحركة. معركة رشيد. خطة محافظ رشيد للدفاع عن مدينة رشيد كانت كالتالي: أولاً، هيوزع الجنود ومع المجاهدين من أهل رشيد على المنازل الواقعة في شارع دهليز الملك والمشرفة عليه، باعتباره بأنه المدخل الرئيسي للمدينة، وهو يسير مستقيماً حتى ينتهي إلى حدودها الشرقية على ضفة النيل. ثانياً، أصدر الأوامر بفتح الباب الغربي المتصل بشارع دهليز الملك، ففتح على مصراعيه وانسحب الجنود من خلف الأسوار إلى داخل المدينة. ثالثاً، يسمح للإنجليز بالدخول دون مقاومة ثم الانقضاض عليهم بعد أن يطمئنوا. جنود الإنجليز دخلوا المدينة ظهراً وكانوا آمنين، وكان الطريق الرملي ما بين الإسكندرية ورشيد قد أنهكهم، واليوم شديد الحرارة على الرغم من أنهم كانوا في فصل الربيع. جال الغزاة في المدينة ولم يعترضهم أحد ولم يصادفوا فيها إنساناً. ورق للغزاة ما يشاهدونه في رشيد من حدائق فيحاء، ورأوا أول مرة مياه النيل. وهنا نصف النيل كما رآه الغزاة: مياهه عذبة جارية، ضفتيه تتزينان بالخضرة الزاهية، وأشجار النخيل الباسقات على جانبيه. اتخذ الغزاة من شارع دهليز الملك والشوارع الأخرى مكانا للاستراحة، وبعد أن اطمأنوا لعدم وجود المقاومة خلعوا أسلحتهم وتحرروا من أمتعتهم، وأخذوا يتسامرون ويتضاحكون، وقد انتشروا في شوارع المدينة طبقا للخطة المرسومة يستظلون بظلها الظليل. فجأة انهال الرصاص عليهم من شرفات المنازل ونوافذها يحصدهم حصدا، وفي غمرة هذه المفاجأة خرج من المنازل الجنود والمجاهدون وقاتلوا الإنجليز بالسلاح الأبيض، ففتكوا بهم فتكا ذريعا.
واشتركت النساء في هذه المعركة، فكنا ينشدن الأناشيد ويضربن بالدفوف. ونتيجة لهذه المعركة ضعفت قوة الإنجليز بعد أن سالت دماءهم في الطرقات وانتشرت جثث الضحايا، فلادت البقية منهم بالفرار وخرجوا من باب المدينة ضاربين في الصحراء. نهاية الفصل، ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق، ونتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.